يقول الله تعالى في كتابه المبين: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الجمع الكريم، بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، نودع اليوم بطلا من أبطال من رجالات الجزائر المخلصين الذين بذلوا النفس والنفيس لتسترجع بلادنا سيادتها واستقلالها ولتبقى شامخة أبدية المجد. أحد أبطال الجزائر الذين نبوا لداء الوطن منذ نعومة أظافره، واصلوا على النهج وما بدلوا تبديلا إلى أن استرجع الله وديعته. فقيدنا، فقيد الجزائر، صدق النية فلقي حسن الخاتمة. أيها الجمع الكريم، تشاء الأقدار والجزائر تدخل عهدا جديدا آمنا بعد مخاض عسير، أن تفقد رجلا من خيرة الرجال، رجلا وطنيا مخلصا شهما نذر عمره كاملا لخدمة الجزائر، شعبا وجيشا، برحيل المجاهد الفريق أحمد قايد صالح رحمة الله عليه. تكون الجزائر قد فقدت ابنا بارا من خيرة ما أنجبت، رجلا حمل دوما هموم الوطن، لم يستكن يوما ولم يضعف أمام الهزات، وظل مثالا خالصا وقدوة للصبر والصمود والإصرار والعزم، صافيا طاهرا في الوطنية والإباء والذود عن الوطن. لم يتخلى يوما عن تأدية واجباته كاملة نحو أمته، لا سيما وقت الصعاب والمحن، وعد فوفى وحافظ على أرواح الجزائريين، لم ترى قطرة دم واحدة، وأوصل الجزائر إلى بر الأمان. رجل يصدق فيه قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، لقد مد الله جل في علاه عمر المجاهد الفريق أحمد قايد صالح حتى تأدية الأمانة كاملة غير منقوصة كما أرادها الشهداء الأبرار، وكأن العلي القدير برحمته الواسعة أمهله حتى يرى الدولة الجزائرية الجديدة ويشهد على تسليم الأمانة إلى السيد رئيس الجمهورية المنتخب ووضعها في أيدي أمينة. ها هو اليوم يلتحق بالرفيق الأعلى مع الصديقين والشهداء، مطمئن القلب مرتاح البال. أيها القائد القدوة، إن كل ما بنيته وقدمته للوطن الغالي لن يذهب سدى، وسيحفظه ويصونه أبناؤك البررة عبر كل أرجاء الوطن، الذين نهلوا من وطنيتك الفياضة وتعلموا على يديك أسمى معاني السمو وتقديس الوطن ونكر الذات في سبيل نهضة الجيش الوطني الشعبي ونهضة الجزائر وتطويره ورقي الوطن وازدهاره ووحدته. يا فقيد الجزائر، يا قائدنا المغوار، مهما ذكرنا بخصالك ومناقبك فلن نوفيك حقك، لقد عاهدناك في حياتك ونجدد عهدنا ونحن نشيعك اليوم إلى مثواك الأخير، أننا سنبقى أشبالا وأسودا كما عهدتنا، حامين عارين الوطن من كل الطامعين والحاقدين، متشبعين بالقيم السامية التي حرصت على ترسيخها، متخذين من قيم نوفمبر وثورتنا المجيدة المعلم والنبراس، ومن الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار القوة التي نهتدي بها ولن نحيد عنها مهما كانت الظروف والأحوال ومهما كلفنا ذلك من ثمن. فكلنا في الجيش الوطني الشعبي عزم وحزم لمواصلة الدرب، وكلنا فداء للوطن، سنواصل على دربك، وهو عهد نقطعه على أنفسنا بأن نجعل أمن الجزائر واستقرارها قرة أعيننا وأسمى غاياتنا. نحن لا نودعك اليوم قائدا فقط، بل يبكيك كل الشعب الجزائري الأبي، يخلد فيك الرجل الشهم العطوف الحنون والصارم الذي وعد فوفى، مرافقا تطلعات الأمة في بناء جزائر جديدة قوية موحدة متراصة ومزدهرة كما أرادها شهدانا الأبرار ومجاهدون الأخيار. أيها الجمع الكريم،
إننا نقف اليوم مودعين المجاهد المرحوم بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح الذي انتقل إلى جوار ربه فجر يوم الاثنين 23 من شهر ديسمبر الحالي بإقامته العائلية في النعجة إثر وعكة صحية ألمت به. رحم الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا جميعا وذويه جميل الصبر والسلوان. المجاهد الفريق أحمد قايد صالح من مواليد 13 جونفي 1940 بعين ياقوت ولاية باتنا، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء حفظهم الله. انخرط مناضلا شابا في الحركة الوطنية، وفي سن 17 من عمره التحق في أوت 57 بالكفاح المسلح، حيث تدرج أثناء الثورة التحريرية في سلم القيادة وشغل قائد كتيبة بالفيالق الفيلق 21 والفيلق 29 والفيلق 39 لجيش التحرير الوطني. غدات الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، وبعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر وبالاتحاد السوفيتي تحصل على عدة شهادات عسكرية أهلته وصقلت معارفه، كما شارك سنة 68 في الحروب العربية الإسرائيلية ضد الكيان الصهيوني على جبهة سيناء بمصر الشقيقة. تقلد الفقيد الراحل بقوام المعركة البرية للجيش الوطني الشعبي، وتدرج في المسؤوليات قائد كتيبة مدفعية، قائد لواء مشاة، قائد قطاع عملية الأوسط، قائد المدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة، قائد القطاع العملية الجنوبي تندوف، نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، رقي إلى رتبة عميد في 5 جويلية 1991، وعين قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار، فقائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران، تمت ترقيته إلى رتبة اللواء في 5 جويلية 1993، وعين قائدا للقوات البرية سنة 1994. بتاريخ 3 أوت 2004 تولى مسؤولية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. تقلد المجاهد أحمد قايد صالح رتبة فريق بتاريخ 5 جويلية 2006، ومنذ 11 سبتمبر 2013 تولى مسؤولية نائب وزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح حائز على عدة أوسمة: وسام جيش التحرير الوطني، وسام الجيش الوطني الشعبي، وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط، وسام الشجاعة، وسام الاستحقاق العسكري، ووسام الشرف. وبتاريخ 19 ديسمبر 2019 تم تقليده أعلى وسام في الدولة برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقديرا لجهوده الجبارة والدور الكبير الذي طالع به في هذه المرحلة الحساسة لضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها، والالتزام بالدستور واحترام قوانين الجمهورية، وتأمين العبور بالبلاد إلى بر الأمان عبر انتخابات شفافة نزيهة. وهنا يكمن السر والحكمة والتبصر. أيها القائد الفذ، إن أبناءك وإخوانك المرابطين والرابضين على كامل الحدود وربوع الوطن يملأ قلوبهم الحزن والأسى على فقدان الأب الحنون والأخ الكريم والقائد الشهم والمجاهد المغوار، وهم كلهم عزم وإرادة فولاذية لبذل المزيد من التضحية والفداء لصون أمانة الشهداء. لقد رحلت أيها القائد بعد أن أديت الأمانة، والجزائر قائمة الآن برجالها ومؤسساتها، وهي سائرة أكثر قوة وثقة على درب الرقي والتطور في ظل الأمن والأمان نحو مستقبل أفضل بين أيدي أمينة. إننا وككل الجزائريين الغيورين على وطننا نعاهدك على السير على دربك ودرب إخوانك المجاهدين، وستبقى تضحياتك وسجلك خالداً، وسنذكرك جيل بعد جيل أنك كنت الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والدسائس، وأنك كونت جيشاً احترافياً قوياً مهاباً عقيدته نوفمبرية. فرحمة الله عليك أيها الأب الكريم، اللهم تغمد فقيد الجزائر برحمتك الواسعة، وأسكنه منازل الشهداء الأبرار والصديقين الأخيار. اللهم ألهم أهله وألهمنا وألهم كل الجزائريين الصبر والسلوان، واكتب للجمع المشيع أجر المحسنين. يا أيتها النفس المطمئنة،
ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، شكر الله مسعاكم وعظم